بسم الله الرحمن الرحيم. فضل يوم عاشوراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه، والأفضل والسنة أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الصيام، وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي حديث آخر: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فهذا هو الأفضل أن يصام العاشر، لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: يوما قبله ويوما بعده. والصيام فيه على سبيل العموم أفضل من غيره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا على سبيل العموم، فلو صام الإنسان يوما أو يومين أو ثلاثة في شهر المحرم أفضل من غيره من الأشهر سوى رمضان. وأخبر عن تكفيره للذنوب فقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فلو صام المرء كل الشهر فكان أفضل له، لكن إذا كان يشق عليه فيصوم بقدر ما يستطيع منه، يصوم يوما ويفطر يوما، إن كان يشق عليه فإنه يصوم الاثنين والخميس، إذا كان يشق عليه فإنه يصوم ثلاثة أيام: يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر. فإن صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل. هذا الشهر عموما، أعني شهر الله تعالى المحرم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام فيه، وخاصة الصيام في أيام الاثنين والخميس، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال تعرض على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس. يا رحمن يا رحيم.